السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ هاني كلشي بخير، اموركم بخير وعلى خير. كيف دايرين مع هذا الجو؟ المهم ناس مراكش الحراره ما نعاودش لكم. المهم ندير لكم التتمه تاع لا فيديو تاع الجمعه. نيت صافي، من بعد ما تريحت من بعد هذاك الكسكسو اللي صوبت خالتي، تكيت واحد شويه والدراري بغاو يلعبوا. المهم جينا هنايا البنات لستاسيون افريقيا اللي كاينه الطريق تتفوتي ياك خالتي، تتفوتي مرجان ديال، ماشي مرجان اللي ساكنه حدانا تاع طريق اكادير، كتبقي غادي طوالا. كاين واحد ستاسيون افريقيا، صراحه اول مره كنجيب لها الدراري، مع مني ما جبتها لها عجبني، وقدر دايرين شي انيماسيون زوينه. صافي هنا خدينا قهيوه ضروري البنات، هاد الوقيته من مورا العصر كيعجبني نشرب قهيوه كحله، خديت قهيوه انا وخالتي. صافي مروه وجدها هما كيلعبوا، المهم تاهي تبدل الجو شويه. قلت هكا نبارطاجي معكم الفلوق ديالي، قبلوا عليا ما تنساونيش بالاشتراك وباللايك الى عجبكم المحتوى ديال القناه، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم معايا والهلا خديكم عليا. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي ديال اليوم. غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا الناس اللي ما عارفينوش بحالي. انا صراحه ما كنت عارفه اول مره كنجي ليه، هذا انا ديما كنت ديال الجويري ساكنه انا حداهم. فجيت هنا قالت لي خالتي يلا نجوم هنايا لواحد الستاسيون اللي زوين، وفعلا الدخله كيدخلوا ب5 دراهم. وعرفتي اس باس كبير، واش نتوما دايرين لانيماسيون قدر بيجيبوا الكلون وداكشي. المهم مروه راه غابرين تما، يعني نمشيو نشوفوهم. خالتي انا جايه، نمشي نجيبو دويره هنايا. عرفتي الجو ما نعاودش ليكم، عرفتي ضربتها بواحد النعيسه وصافي. مروه قالت لي تبدل شويه الجو، قلنا كيبدلوا شويه الدراري الجو. بحرا عمرات فاش جينا كانت خاويه، ولكن دابا عمرات ما فينا هما. ها هو جد، عرفتي زوينه البنات. ندور لكم الكاميرا وشوفوا لي سباس قداش كبيره. البنات كيصاوبوا تما بيديروا لانيماسيون تقدر. المهم فيها لعاب زوينين، جد بان ليا بعدا. جد كوكو، واو اولي اولي. فيني مروه؟ جد فيني مروه؟ جد فيني مروه؟ ميمي ما تشي مشات. هاي مروه بشويه بشويه، ما تجريش. قالي لي انا بدي نغني اغنيه ميراكيلوس. بتغنيو؟ يلا جيلي كوكو المتتبعه. دابا فاش هن هاي سلواتك شي، هاي دابا هاي نسيتي حاجه. يلا جي كوكو بعدا متتبعات بعدا. يلا قولي السلام عليكم. السلام عليكم البنات، هنا نلعب. دابا حنا كنلعبو كنسالو وانا انتما معنا دابا تشوفوا الاغنيه. يلا وريهم الالعاب، اجي وريهم الالعاب اللي غتلعبي. ماما خاصك تعرفي تديروا لي فلوغ. صح تديروا لي فلوغ مزيان. المهم البنات فيها لي سباس كبيره، فيها هاد اللعاب، فيها الجو زوين غزاله. ها هو جد بوحدو تما، ها مرواتي. لا ديك صعيبه عليك، صعيبه عليك مروه. شويه بشويه حبيبه بشويه، ما تجريش مروه، ما تجريش يا بنتي. جادو ها هو لي سباس هنايا. فكم قلت لك زوين هنايا لي سباس، وباش كتهني كيلعبوا. انا كيعجبني نتوما بلاصه لعب باش ناخذ راحتي بعدا نعقل على ديك القهوه اللي غنشرب. اولي جات دي باي باي، دير باي باي. باي باي مرواتي، باي باي. صافي البنات مشينا غادي نجلس. عرفتي والله الا عجبتني صراحه، انا اول مره كنجي. المهم قريبه للدار هنايا، بزاف ديال المتتبعات ديالي تحيه لكم من هنا تيقولوا لي ساكنين في المسيره. يلا فينكم فينكم، يقول لي ساكنين هنا في المسيره حيتاش انا قريب من الاحباس. عرفتي فين داكشي زوين؟ شوف
باسواه. المهم عمرات فاش جينا حنا كانت خاويه صافي. المهم انا كيعجبني تبدل الجو، عرفتي البنات عاجبها راسها تجري، شتو تجري على شي حيت الشرب هذاك الدواء وبحال مزكي ليها الرجل وصافي. قالت لي راه ما بقاتش ضرني شي حاجه، وهي راهي حداش هذاك الدواء، ما عارفاش مسكينه انا هي الدواء اللي شربني مزكي لها الصداع. صافي جيتها شويه تبدل الجو، حيت وليدات الصغار فاش كيبيو يلعبو تتهني حتى نتيا في راسك كتبقي جالسه تخونكيل. نشفي لها هدى اي غسلات البنت قالت لها بغيت نطلق شعري. شكون بغيت تطلق شعرو؟ اريج بغيت تطلق شعري. اريج نشفي لها بالشعر والله العظيم. المهم البنات صحتكم انت نتوما اللي معمر برات لاتاي ولا شي قهيوه ولا شي حاجه. عرفتي عجبني هاد الجو، علاش فيه الشجر؟ كنحماق انا البنات كي قلت لكم على شي حاجه سميتها الطبيعه كنموت عليها، ما عنديش مع البحر وداك الشيء. كيعجبني هكا الشجر وهاد الهواء، والله زوينه خالتي عجبتني. ايوا هانتي فيها الشجر. والله العظيم تغطي معايا في الدار ونجيو. والله العظيم الا زوين بعدا زعمتيني، جيت عرفتي زيد كولي كسكسو، جي كولي كسكسو زعمتني والله العظيم. بدا حنا بدل عرفتي مروه كتجري عاجبه راسها تجري عجبانه عجبانه هي تجري حيت شربت الدواء تاع الصداع. قالت لي صافي ما بقاتش ضراتني رجليا. راه قبيله سولتها قالت لي شتي فاش ما شربتوش قبل ما تشربش حتى هكا صدات عطاتها الصداع. دابا تتشربها حيت هادشي قالت تشربها خاصها تاكل مزيان، قالت لي ما تعطيهاش على الجوع. اكلت مزيان خاصها تشرب وتتشربو صافي كتولي بعدا مكرمي. لا شويه بعدا تكرمي. هذا شرب الدواء ان شاء الله التحاليل النتيجه ديالنا متى؟ نهار ثلاثة تخرج التحاليل وجيبي نتا ياك. سمعتي خالتي قالت لي تدير التحاليل وغادي تجي الحجامه. خالتي ماشي مشكل تباني مشكل بنت خالي. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير؟ قالت لي مروه يقدر عندها السياتيك هادشي اللي قالت لي باقي التحاليل ما خرجوا، ولكن قلتي لي نفس الشيء كان فيه. نفس الشيء بصح كنتي كدير السياتيك. السياتيك هذا تجربي وتشوفي دير الحجامه وتشوفي. قالت لي حتى هي دارت عليها الحجامه قالت لك ولات بخير، وما عرفتش البنات والله القسم ما عرفتش. المهم خالتي سلمي على متابعاتي. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم؟ ايوا مرحبا بكم عندنا الافريقيا. جي مرحبا بكم. غير ما درتي تحيه لهدى قولي تحياتي لبنتي هدى. تحياتي لبنتي هدى كازا كازا والاختي نزار. تبارك الله عليكم الحبيبات تبارك الله عليكم. المهم قالت لي راه يقدر البنت راه عندها مشكل ديال السياتيك زعما. قالت لي ما تيفهموش فيه الطبه. قلت لها عليه غوتات. واش تما تيكون هكاك تيكون؟ ايوا قالت لك قالت لك خالتي ياك الطبه قالت لي ما تيفهموش فيه. ماشي فهموش فين غايقولوا لك روماتيزم هو ماشي روماتيزم. المهم راه شفتيها كي انا وركت لها يعني شفت لها هي البلاصه اللي كتقول لك عطيني الصداع. المهم البنات حنا باقي ما عرفناش التحاليل، التحاليل غايقولوا لينا اش. والمهم اللي كان تنبارطاجي معكم ما تيقولوا لي ولات دابا مروه بنتهم. قال لي الفيديو اللي ما فيه مروه ما يتفرجوش فيه. صافي دابا ولات بنتكم بخير. الله يخليكم عليا وان شاء الله تشاركوا معايا هذا النهار. زعمتني خالتي ايف هي خاتني قالت لي يلا نوض نجيب شويه الدراري يلعبوا. هي كلاس كسكسو ضربات بنعسه ياك شتي عرفتي كسكسو. انا راه كنحمق على كسكسو كيجي بنين، واخا كنجي كسكسو انا تناكلو كيعجبني، وخصوصا انا درت الدشيشه بالقدي ديالي. كنحب الدشيشه الدشيشه ان شاء الله الدشيشه بالقدي. تيبرد الحال معك انت؟ لا دابا نمشيو لشي بلاصه بارده نمشيو لايميلين. بحال هكاك الطبيعه تما، ولكن تجلسي تجري في كسكسو في الطبيعه ويلي لا تيبغي الطواجن. لا لا ما تيعجبني بحال هكا ياك. ابي نمشيو لوريكا وسوف هادشي ما تجي هدى. هدى تحيه لك من هنايا فاش تجي ان شاء الله مراكش ما تجي في العيد. راه بنت خالتي موجوده ما تكون موجوده بنت خالتي. بنت خالتي هدى داكشي تنقولو هدى يقولو شكون هادي هدى. المهم البنات ها نتوما معانا. هاي ميراكيلوس مروه يا اختي على ميراكيلوس بغيتي تغني عليهم. ماما ما عطاش بنت ميراكيلوس. شنو سميتك؟ ميراكيلوس. بتغنيها جيتي واو يلا نوض سيري شدي الصفرة ما بقاتش 10 دقائق. حنا كنلعبوا انا ومروه في الزلوله. كي جيتكم؟ غزالة غزالة. انت ما شوفو ميراكيلوس؟ ما
البنات انا باقي صغيره البنات ياك حنا باقيين صغار مالنا شرفونا الاولاد تتولدي الاولاد صافي كتشرفي هكا مروه لعب انا وياك انا كنلعب واخا ما خلصت صافي البنات المهم راه تيقدر من الصبا تغني لها على مروه ياك صاي يا اختي انا الزين شكون الزين انا شكون الفن انا شكون حبينا انا خليك ليدي صافي البنات المهم البنات راه شقاله والله كنفرح فاش تنشوفها فرحانه حق الله العظيم الله يسمح لينا من الوالدين والله القسم فرحانه مسكينه قالت لك تجي لي في ميغاكيلوز قلت لها واخ وما السجاد واخ ضرحتو كيلعب الراسو هو طلع في هذيك بوحديتو يلا المهم البنات اللي كاين غنشاركو معاكم خليكم معايا تفقد حر عليها بزاف برافو اسميتك مروه بس عليك لاباس بسلامه بخير زين هاني واخا نشوفو واش فيها ولا ما فيها صافي شوفي فيها اللي درت ديري بحالي صافي افمي صباحك نو بصبعك صافي واف امي اف امي وهاني في وهاني في وعيني عيني اللي كانت كاين بغريها زكي معايا بشويه اللي كانت شوف شوفي فيها واف امي اف امي وهاني في هاني في وعيني عيني وعيني صفقوا عليها صفقة حرارة ربي اش بغيتي تقدمي لنا اغنية ديالاش ديال ميغاكيلوز بلا موسيقى ياك كنا نسمعو حنا الصوت بوحدو واخا راح نحسبو لها ثلاثة باش نبدا لونجلي اوكي غاتقدم لكم الاغنية تاع ميغاكيلوز ياك هي هاديك المهم هاديك هاديك تتفرجوا فيها على فيها نقاتي بغاتقدمها لنا دابا ولكن اون لونجلي شوية I am marinette, so where is that? I love your Mr. Dry animal. Marinette, I'm so dry. There is more over the side. I love you all. I love you dry. Ever over the dry. I also very light. I'm so wet to dry. I love you wet to dry. شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا صراحه البنات من بعد ما دوزنا بقيتها زوينه بزاف بزاف مروه نشطات ليا مع راسها المهم قالت لك مروه ضروري هكا خرجت بغات بيتزا ولا كاتاكوس عزيز عليها ما كناكلاش هادشي تيما ولكن هكا الا عشقاته ما تنبغيش ما تقدرش نقول لا يعني يبقى لها في قلبها عشقاته ولا شي حاجه المهم قلنا مره في شحال ماشي مشكل المهم نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي ديال اليوم وتكونوا بارطاجيت معكم بزاف ديال الحوايج ونشطنا مع بعضياتنا ما تنساوناش باللايكات والتعاليق الا عجبكم لا فيديو